السلام عليكم. نكمل الحديث إن شاء الله في موضوع آخر له علاقة بالأنتيجين، ميونوجين أند أنتيجين. ذكرنا جملة قبل فترة بأن قلنا كل أنتيجين مش شرط يكون أميونوجين، تمام؟ لكن كل أميونوجين هو أنتيجين بالفعل، يعني ممكن إحنا أنتيجين يدخل على جسمنا، تمام، ما يعملش اي اشكاليه في موضوع المناعه او اثاره الاميون ريسبونس، هذا يعتبر انتيجين لكن لا يعتبر اميونوجين. لكن هذا ايه الانتيجين دخل على جسمي وعمل اميون ريسبونس وستيميوليشن للاميون سيستم، بقدر اقول عنه هذا عباره عن اميونوجين. واضح؟ اذا هذا الوضع، اي مركب او اي انتيجين خارجي يستطيع ان يعمل اميون ريسبونس احنا بنقول عنه اميونوجين. طيب هذا الكلام من خلال انديوس للهيومورال والسلميجيتد اميونيتي، تمام؟ وهنا عندنا النوتس واضحة، all immunogen are antigens but not all antigens are immunogen. الآن بقول لي أنا الانتيجين على أساس أنه يصير عندي immunogen لازم توفر فيه عدة مواصفات، من ضمنهم اللي هو موضوع الفورنس. إيش يعني فورنس؟ كل ما كانت السبيشيز بعاد عن بعض كل ما كان الاميون ريسبونس يكون مور سترونجر. يعني مثلا على سبيل المثال احنا خلينا نقول لو احنا نقلنا مثلا على سبيل المثال قلنا قلب من مانكي الى انسان، نتوقع ان يكون في هناك ردة فعل اميون ريسبونس جامد لانه في عندنا اختلاف ما بين السبيشيز. لكن لو كان في عندي مثلا نقلنا مثلا كليه من انسان الى اخر، هذول الاثنين عباره عن ايدنتيكال توينز، هتلاقي انه الاميون ريسبونس اجينست هيكون اقل. اذا القضيه هنا الى علاقه قديش في احنا تقارب على مستوى الجينيتك ماتيريال بتاعتنا اللي لها علاقه في موضوع القبول وعدم القبول، تمام. وهذا الكلام مذكور هنا في موضوع البوفاين سيرم البومين، يعني السيرم بتاع الابقار. اذا في هناك عندنا بوفاين سيرم البومين، الالبومين الموجود عندنا في السيرم، لو نقلناه لبوفاين اخر مش هيعمل مشاكل، لكن لو نقلناه لشيب هيعمل ريسبونس، لو قلنا له رابط هيعمل ريسبونس ولكن بدرجات متفاوته. في بعض من المركبات زي الكولاجين والسيتوكروم سي، هذول يوجوال لو اعطيناهم مين لمين ما يكون الاميونوجينيسيتي بتاعتهم بتكون ضعيفه. في عندنا هنا اكسبشن معين، مثلا في عندنا اعضاء في داخل جسمي لم يتم التعرف عليها. يعني احنا نقول شيء مثلا لو نقلت انا قطعه سكين من الجلد من منطقة إلى أخرى في جسمي أكيد مش هيلاقي immune response لأنه من نفس الجسم. لكن بيحصل بعض أحيان حالات معينة exception في بعض أجزاء في جسمي، ممكن لو أنا أعطيتها لجسمي من الخارج، تمام، هيعمل لي immune response. يعني مثلا لو أنا قلت مثلا مسكت اللي هو السبيرم الحيوان المنوي أو الكورنيا بتاعت القرنية وعملتهم degradation وعطيتهم لنفس الشخص اللي اخذت منه هذا السبيرم او هذه القرنيه، هلاحظ انه صار في عندي ميور ريسبونس. ليش؟ لانه في الاصل هذول لم يتم التعرف عليهم من ناحيه المناعه، موجودين هم في مناطق بعيدين عن الاحتكاك مع الجهاز المناعي، واضح؟ تمام؟ موجودين في حاجه بسموها بريفيليج سايت، تمام؟ لكن في الوضع الطبيعي ما فيش يعني عندي اجسام مضاده للسبيرم او ما فيش عندي اجسام مضاده للكورنيا، تمام؟ لانه اوريدي هم فار اوي من الاميون سيستم. لكن لو صار لا قدر الله عندي مثلا تروما في منطقه التستس، ممكن يصير عندي انتي بودي اجينست السبير. لو صار عندي برضه نفس القضيه تروما في الاي ممكن يحصل عندنا هذا الكلام، تمام. الان من الخاصيه الثانيه هاي مولكولار ويت، طبعا كل ما زادت المولكولار ويت كل ما زادت الاميونوجينيسيتي، هذا معروف عندنا وهي عندنا امثله في هذا الموضوع. كل ما كان العدد يعني كميه الدالتون قليله، تمام، كل ما كانت الاميونوجينيسيتي قليله، تمام. هذا بالنسبه لموضوع الهاي مولكولار ويت. الكيميكال كومبلكسيتي له علاقه في موضوع الهوموبوليمر والهيتروبوليمر. يعني مثلا المثال بيقول لي مثلا لو انا اعطيت امينو اسيدز بروتين عنده امينو اسيد كلها عباره عن هوموبوليمر، لايسين 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 لايسين، واعطيت بروتين فيه عده امينو اسيد مختلفات، لايسين وجلوتاميك اسيد جلوتاميك اسيد الانين مثلا، ادرز ادر جلوتاميك اسيد جلوتامين، هتحس انه بالفعل هذا الاميون ريسبونس هيكون اجينست اكثر من لو كان عندي هوموبوليمر. هيتروبوليمر از مور ذان هوموبوليمر. الكيميكال كومبلكسيتي زي ما احنا شايفين
كل ما عندنا اي بي توب 1 اي بي توب 0 هذا قليل الاميونوجينيس بتاعتها. في عندنا مثال اسمه الهابتين حنحكي عنه ماني، لكن ذا سيم في عندنا هومو بوليمر حتكون الاميونوجينيسيتي ضعيفه. هنا عندي هيترو، اعتبروا هذا عباره عن بروتين، تمام؟ في ديفرنت كاينز اوف امينو اسيد، اتوقع ان يكون عندنا الاميونوجينيسيتي قليله، تمام؟ هذا بشكل عام. سسبتيبلتي تو ديجريديشن بروسسنج، يعني ايش معنى الكلام هذا؟ لو انا كان عندي انا مثلا بروتين، دائما هذا البروتين فيه كميه امينو اسيد كثيره، عندها الامينو اسيد في حاله الدي امينو اسيد، الدي والال له علاقه في الرايت والليفت بتاعت الاو اتش، الاو اتش وين بيكون على جانب الامينو اسيد، تمام؟ فاذا كان عندنا الدي امينو اسيد، تمام، بكون عندنا هذا ريزيستنس اوكي لعمليه الديجريجيشن، واضح؟ اذا كان عندي بروتين فيه كميه امينو اسيد دي امينو اسيد، هيكون هذا البروتين عشان يصير له ديجريديشن وبروسيسنج وبرزنتيشن هيكون صعب. لكن لو كان عندي هذا البروتين فيه امينو اسيد ال، تمام، شيب او ال ايزومر، السسبتيبلتي للانزيمز للديجريديشن هيكون احسن، وهيصير الاميونوجينيسيتي بتاعتها افضل. هذا شغله. الشغله الثانيه طبعا بالنسبه لموضوع الديناتشريشن للانتيجين، هو افضل على اساس يعمل لي اميونوجينيسيتي لو كان عندي نيتف امينو اسيد، لانه ما دام صار ديجنريشن صار له برزنتيشن على ام ات سي كلاس، ومعناته حيصير له بروسيسنج وبرزنتيشن للتي سيل. الكربوهيدرات طبعا ما بصيرلوش برزنتيشن، تمام، وملوش علاقه هذا يعني بين قوسين في موضوع التي سيل اكتيفيشن، هو بي سيل اكتيفيشن، تمام. وهنا مشكله في موضوع الكربوهيدرات وموضوع الفاكسينيشن بتاعت الكربوهيدرات بشكل او باخر، هنتحدث عنها ان شاء الله في موضوع الفاكسين. اوكي، طبعا موضوع الاميونوجينيسيتي، موضوع الاميونوجينيسيتي، تمام، هذا الكلام له علاقه في موضوع الام اتش سي. الام اتش سي طبعا ممكن طبيعه الام اتش سي وشكل الام اتش سي، تمام، ونوعها كام اتش سي، تمام، ممكن يكون يعطيني انطباع. يعني بعض الاحيان بيحصل في ناس عندهم امراض معينه، تمام، نتيجه انه والله عنده ام اتش سي بتركيبه معينه. هنحكي عن الام اتش سي ان شاء الله في محاضره خاصه، تمام. ممكن يحصل بيجي بيقول لك والله الناس اللي عندهم ام اتش سي بنوع معين عندهم دائما مثلا دايابيتس، عندهم والله مثلا اليرجي، واضح؟ فهنا في اختلاف في طبيعه الام اتش سي، وهذا كلام له علاقه في موضوع البرزنتيشن للانتيجين، تمام. في عندنا هنا شكل بيقول لي والله هذا دايجرام بيقول لي انه والله الام اتش سي كلاس وكان 1 او 2 بيلتقوا لي مع التي سيل ريسبتور. فبقول لي انا هذه المنطقه اللي فيها تاب على الانتيجين اسمها اجريتوب، والمنطقه اللي جايه على التي سيل ريسبتور اسمها ايبيتوب، اسمها ايش؟ ايبيتوب. هذا يعني بس كتوضيع ليس الا في هذا الموضوع. بقول لي studies with small antigen have revealed that B cell and T cell recognize different epitope on the same antigenic molecule. يعني ممكن يحصل انا لو كان عندي انتيجين وعليه ايبيتوب من نوع اكس، تمام، او ايبيتوب من نوع واي، ممكن الانتيجين هذا ايبيتوب اكس تعمل ستيميوليشن للتي سيل، وايبيتوب مثلا واي تعمل ستيميوليشن للبي سيل بشكل افضل. بقول لي ملاحظه، الانتي بودي از اليسيتد تو ايبيتوب ان ذا امينو تيرمينال بورشن. ايش قصده يعني؟ بقول الانتي بودي هو شكله موجود على السطح تاع البي سيل الاخره من الخارج من عند السيرفيس اللي هو امينو اسيد امينو ان اتش جروب، فمن هنا بيجي الانتي بودي بيشتغل شغله. بيختلف على التي سيل ريسبتور، التي سيل ريسبتور نهايته من الخارج اللي هي كاربوكسيل تيرمينال، فهناك بصير عندنا عمليه الكونتاكت مع الابيتوبس. بقول لي هنا انواع الانتيجينز، في عندي انواع كثيره طبعا. ان جنرال الانتيجين بشكل مختصر في هذا الجانب هم بنقسموا لنوعين، تي ديبندنت وتي اندبندنت انتيجين. البوليسكرايد والليبيد والنيوكليك اسيد هذول، تمام، بشكل المجرد تاعهم عباره عن تي اندبندنت. ايش يعني؟ يعني لا تطار التي سيل اللي هي مقصود فيها تي هيلبر في موضوع الميو ريسبونس، تمام. وهذا من ضمن المعضلات في موضوع انه يكون عندي ضعف في الاميونوجينيسيتي بالنسبه لهذه المركبات، تمام. لازم تكون مرتبطه مع بروتين على اساس الاميونوجينيسيتي بتاعتها تقوى، تمام. هذا الكلام اللي لازم احنا نكون نعرفه مبدئيا في هذه النقطه.
البروتين هو تي ديبندنت انتيجين، تمام؟ يعني معناته البروتين اكيد حيصير له برزنتيشن على ام اتش سي كلاس، وحيصير عندنا تحفيز للجهاز المناعي. لكن بقول لي بروتين زي الفلاجيلين اكسبشن، هذا ممكن ما يعملش برزنتيشن ويحصل لهش اي ستيميوليشن للاميون ريسبونس، يعني هو عباره عن تي اندبندنت انتيجين. بقول لي البروتينز اكسلنت طبعا في موضوع الاميونوجينيسيتي اكيد، تمام؟ هذا الكلام واضح. ف لما بكون البروتين مرتبط مع الليبيد او مع السكر ممكن بالفعل يكون الاميونوجينيسيتي بتاعتهم افضل، وكذلك النيوكليك اسيد، تمام؟ نفس القضيه ممكن يكون عندنا افضل في هذه الحاله. عشان هيك لو تطلع كمان عندنا بين ملاحظه في هذا الموضوع، انه هدول الانتيجينات زي السكر مثلا، لو انت عملت تطعيم بولي سكرايد كبسول لبكتيريا للبيبي، لازم انت تربطه مع بروتين، تعمل له حاجه يسموها كونجوجيشن، تمام؟ على اساس انت تساعد انه يصير في يعني تحفيز للجهاز المناعي بشكل او باخر، بشكل اجمل، او بالمعنى الاصح تخلي في عندي تي ديبندنت، على اساس انت تقدر تعمل ميموري. ومن هنا انه دائما هذه الانتيجينات اللي احنا بنقول عنها تي اندبندنت، محتاجين اذا عايزين نعمل عمليه فاكسينيشن بشكل او باخر لازم نعملها كونجوجيشن، ربط مع مين؟ مع البروتين. صحيح هنا على اساس انه يعني توضيح الصوره، قلنا الانتيجينات منها ديبندنت، تي ديبندنت وتي اندبندنت. هنحاول نعمل شويه فروقات، خلينا هنا وهنا، هنا اتركوها تايب 2. مثلا البروتين هنا ممكن يكون عندي سوليوبل بروتين، اوكي، بيعمل انتيجين ديبندنت، تي سيل ديبندنت. هنا بكتيريا السيلول زي الليبوبوليسكرايد، اكيد هذا مثال لتي اندبندنت سكرايد. هيومورال ريسبونس، والله بيعمل ايزوتايب سويتشنج، بيعمل، بيطلع عندي اي جي جي، اي جي اي، انتي بادي ضد. هنا ما بيعملش، هو عباره ممكن يطلع انتي بادي، تمام، بس خلال اللي هو مثلا اي جي ام. ليش في هنا ايزوتايب سويتشنج؟ لانه انا في عندي احتكاك مع التي سيل، واحتكاكه مع التي سيل هو اللي عمل له هذا الاكتيفيشن الجامد وصار عندنا هذا الامر. افينيتي ماتشوريشن، طبعا الافينيتي اكثر الانتي بادي اللي حيطلع عندنا للتي ديبندنت انتيجين. هنا الافينيتي قليله او ما فيش. اميونو ميموري، بصير عندنا ميموري للتي ديبندنت انتيجين. هنا نو ميموري. بولي كلونال اكتيفيشن، نو، مونو كلونال عاده التي انتيجين ديبندنت. اما هنا ممكن يصير عندنا بولي كلونال لانه بيكون عندك زي ما نقول كيف عندك عده انواع من الانتي جينز، تمام، من هذا البولي سكرايد او مثلا هذا الليبيدز، ويكون عندي هناك اكثر من كلون من البي سيل المختلف اللي ينتج لي انتي باديات مختلفه. لكن هنا بتقدر تقول ما فيش عندي بولي كلوناليتي، اكثر في عندنا مونو كلوناليتي اكثر، او بالمعنى الصح ممكن بعض الاحيان يحصل هنا عندنا في التي اندبندنت يكون في عندي نوع من الكروس رياكشن بين الانتيجنز الموجوده عندنا. هذا بالنسبه لمين؟ للتي اندبندنت انتيجين. اذا ان جنرال التي اندبندنت انتيجين ويكر، نو ميموري ار فورم، اند اي جي ام از ذا بريدومينانت انتي بودي سيكريتد، تمام، بس ما فيش عندنا كلاس سويتشنج زي ما قلنا. التي اندبندنت انتيجين ديفايدد انتو تايب 1 و 2، هذا الكلام يعني نتركه على شقه الان، تمام. دي اكتيفيت بي سيل، وهم انواع شويه من هذا الامر. تي ديبندنت المقصود بي تايمس ديبندنت او تي ديبندنت، تي اندبندنت اللي هو تايمس او تي اندبندنت، تي سيل يعني اندبندنت. الادجوفانس، ايش معنات ادجوفانس؟ الجوفانس اللي هو عبارة عن عامل مساعد، يعني أنا عندي أنتيجين بدي أعمل له مناعة كويسة، فبتروح بتضيف لي هو حاجة مساعدة، تمام، اللي هي لاتين وورد، تمام، زي مثلا أنت بتروح عشان إيش؟ عشان تعمل تحفيز للمناعة ضد هذا الأنتيجين، زي مثلا بتضيف مثال ألمونيوم بوتاسيوم صلفيت، هذا ماله؟ بوظيفته لما تضيفه مع الأنتيجين، وهذا بنعطى بعض الأحيان في التطعيمات، برولونج ذا بيرزيستنس أوف أنتيجين. بيزود من عمر الانتيجين في داخل الجسم، تمام، وبيعمل سلو ريليز للانتيجين شوي شوية على اساس انه ياخذ فتره طويله من التعرض للميون سيل، تمام. هذا من ضمن الشغلات الادجكتيفز بتاعت هذا الادجيفنت، انه ممكن يستمر عندي باسابيع.
او ممكن يزود لي كمان السايز بتاعت الانتيجين. اذا هذه عباره عن ايجابيات للادجوفنس تمام احنا بنعطيها مع الانتيجين تمام. وهذا الكلام بنعطى ليش؟ لما بيكون عندك انتيجين صغير مثلا الميونوجينيسيتي تاعته ضعيفه او هو كمان صغير تمام، او مثلا الانتيجين مش افيليبل وخايفين عليه ينفد، فاحنا بنحاول وخايفين من الميونوجينيسيتي بتاعته ما تكونش قويه، فبنحاول نضيف هذول الادجوفنس ومن ضمنهم اللي هو الالومنيوم بوتاسيوم الصلفيت واحد منهم. في عنا حاجة اسمها الهابتن، شوي هذه ركز فيها شوي. الهابتن بمختصر الحكي هم عبارة عن سمول أورجانيك مونيكيول، هدول لازم نضيفهم، نضيف عليهم ايش؟ بروتين على أساس يصيروا اميونوجينيسيتي اميونوجينيك تمام. لوحدهم لو أنا أعطيتهم للجسم مش هيكون اميونوجينيسي، مش هيعملوا لي ايش؟ اميونوجينيسيتي إطلاقا تمام. إذا الهابتنز هم عبارة عن small organic molecules but they are antigens but they are not immunogen. طبعا antigen بدخل لكن مش هيعمل immune response. فايش هم بروحوا بيعملوا عليهم؟ خلينا نطلع على الصورة عشان تكون اوضح ويختصر الحكي. بيجي بتطلع هنا بقول اعتبر هذا عبارة عن بروتين carrier اللي هو احنا بدنا نعمل له ايش؟ نربطه، نعمل له conjugation مع مين؟ مع هابتن. هايو small chemical مثلا حطيناه على البروتين تمام. بقول لي في الحالة هذه إذا أنت أعطيته هذا طعمت فيه الربط، في احتمالية إنه يتشكل عندي ثلاث أنواع من الأنتيبادي. ها تمام، يتشكل عندي إيش؟ ثلاث أنواع من الأنتيبادي. خلينا نشوف أنتيبادي للهابتين تمام، وممكن يتشكل عندي أنتيبادي للكارير يعني أنتيبادي للأنتي للإبتو بتاعت البروتين اللي زي الزرقة هذه اللي عندي، او يتشكل عندنا انتي بادي لمين؟ للكونجوجيت. يعني ايش يعني انتي بادي يشبك لي على التنين هذول مع بعض؟ بيحصل هذا الكلام، وضحت؟ اذا هذا الكلام ممكن يحصل في انك انت عايز تعمل مناعه لمين؟ تعمل مناعه للهابتن، يعني تخلي الهابتن يصير ايش؟ اميونوجين. هاي مختصر الحكي في السلايد التنتين هذول الموجودات عندي تمام. يعني انا في عندي مولكيول لو سمول مولكيولر ويت كيميكلز لحاله عباره عن انتيجين الون مش اميونوجين، لكن هذا الانتيجين احنا ممكن نضيفه على كونجوجيت يحمله ويتكون عندي انتيجين له. وهل هم اللي بيحصل عندنا بمفهوم اخر؟ احنا الان لما بروح احنا بنطعم المريض عفوا البيبي للكبسوله تاعت البكتيريا سكر، ما ينفعش نحط السكر لوحده في التطعيم، لازم نضيف عليه ايش؟ كونجوجيت لو مين؟ بروتين. بالفعل هم بروح بحطوه مع بروتين، بيحملوا السكر على البروتين زي ما حنشوف في موضوع الفاكسين. هذا حيعطي احتمالية انه التي سيل تتحفز تمام من خلال طبعا البروتين الموجود عليه السكر، ويطلع عندك انتي بادي للسكريات تمام، ويكون عندك نوعا ما ميموري سيل، لكن ما زال الامر برضو ضعيف مش هالقوة من ناحية الميموري. واضح؟ هذه نقطة يعني نتعلمها وإن شاء الله حنشوفها في موضوع الفاكسين أذكركم فيها إن شاء الله إذا بنضلنا عايشين للفصل القادم. في عنا مصطلحات هنا، هذه اسمها كروس رياكتيفيتي. إيش يعني كروس رياكتيفيتي؟ إنه نوع من التعارض أو في الرياكشن. بقول التوكسين بشكل عام تمام، ممكن إحنا نحاول يصير توكسويد تمام. التوكسين تمام ممكن نعمل له يعني لوس للتوكسيسيتي تاعته للباتوجينيسيس تاعته، ويصير عبارة عن توكسويد ويكون عبارة عن ميونوجين. بيحصل هذا الكلام تمام، بيحصل عندنا هذا الكلام اوكي. يعني مثلا انا الان بدي اطعم المريض الطفل اللي هو سم من السموم تاعت البكتيريا زي التوكسويد او تمام توكسين لانواع البكتيريا، ممكن تحوله لتوكسويد وتخلي بس انت افقدت ايش؟ الخطوره تاعته، لكن حافظت على انه الشكل بتاعه نفسه. وضحت؟ هي المقصود في الموضوع هذا الكروس رياكشن تمام، انه ممكن يصير يطلع عندي انتي بودي سواء كان للتوكسين او للتوكسويد. ماني ايبيتوبز ان ذا توكسويد ار ستيل رياكتيف تمام عادي. في عندنا حاجه اسمها هومولوجاس كروس رياكشن وهيترولوجاس. ايش يعني هومولوجاس؟ انه الانتيجين زي موضوع التوكسين والتوكسويد هم نفسهم نفس الانتيجين، لكن ما انا الا اني عملت له نوع من المعالجه بس، هذا بسموه هومولوجاس.
هيترولوجس انه ممكن يحصل عندك تمام انه يكون عندك انتيجين مختلفين ويطلع عندك انتي بادي ممكن يشبك على واحد منهم على اي واحد منهم. وضحت؟ هذا اللي بيحصل انه ممكن يحصل عندك ايش وجود كروس رياكشن. خلينا نقول مثال، نطلع على مثال بتضح الصوره. وجود حاجه بسموها هيتروفايل انتي بادي تمام، بيحصل عندنا هذا الكلام انه بصير عندنا بعض الحين بكون مايكروب بيطلع انتي بادي لهذا المايكروب والانتي بادي ممكن يشبك على مايكروب اخر يعطيني فولس. بيحصل هذا الكلام، ممكن يحصل عندنا يعني هذا الانتيجين يكون هيتروفايل تمام، ممكن يكون عندنا هذا الامر موجود. نيجي نطلع مثال اخر، والله ناس انصابوا ببكتيريا اسمها ايكولاي، نوع من انواع الايكولاي سترين معين. بقول لي انا ايش اللي بصير اذا كان هذا السترين الانتيجين تاعه في شبه من البلاد جروب بتاعت الانسان، فممكن يطلع عندي انتي بادي ضد البكتيريا الايكولاي تمام. ولكن ايش بقول لي؟ بقول لي انه كمان ممكن يطلع عندك انتي بادي للبي سيل، الريد بلاد سيل اللي عليها انتيجين بي تمام، ويكون عندك هيمونيسيس. ممكن يحصل عندنا هذا الكلام، هذا بسموه ايش؟ كروس رياكشن او هيتروفايل انتيجنز في عندهم كروس رياكشن، انه الانتي بادي شبك لي على ايش؟ اكثر من انتيجن. مثلا مثال اخر، الستريبتوكوكس بايوجينيز نوع من انواع البكتيريا تمام، عندها سيل وول اوكي، بروتينز عندها بروتين معين اوكي، هذا البروتين بيشبه تمام اسمه ام انتيجين، البروتين بيشبه ايش؟ بيشبه اللي هو المايوكارديال بروتينز، السكيليتال ماسل بتاعت الهارت فيها شبه البروتين تاعها مع ايش البروتين الام انتيجين بتاعت الستريبتوكوكس. فممكن يحصل عندنا بالخاصين الناس اللي عندهم مثلا التهابات لوز جامده بهذه البكتيريا، ممكن مع الوقت يصير عندي انتي بادي تطلع ضد الهارت القلب او ضد الفالف بتاعت الهارت. بيحصل هذا الكلام بالخاصين الناس اللي دائما عندهم ايش التهابات لوز التهابات تمام. ممكن يحصل ليش؟ لانه في تشابه ما بين الستريبتوكوكس بايو انتيجين تمام مع مين؟ مع الانتيجين بتاع سكيليتال ماسل بروتين. واضح؟ هذا من ضمن الشغلات. هنا بس ملاحظه، بقول لي انا البروتين النيتف لو اعطيته المره الاولى وقمت اعطيته مره ثانيه هيعمل لي انتي بادي برودكشن، يعني ممكن يحفز لي الادابتيف اميونيتي الهيومورال اميونيتي والسيل ميديتد اميونيتي تمام. لكن بقول لي انت لو قمت عملت ديناتشوريشن للنيتيف بروتين ممكن ما يعطيش هيومورال اميونيتي، يعطي سيل ميديتد. ليش؟ لانه ممكن ما يحصلش هناك عمليه لما نعمله ديناتشوريشن ما يصيرش له ارتباط واضح على الانتي بادي بتاع البي سيل تمام، وهذا ممكن يعيق عمليه الهيومورال اميون ريسبونس. اما ما دام هو ممكن يتاخذ كديناتشر مع الدندريتك سيل ويصير له برزنتيشن على ام اتش سي كلاس، فممكن يكون هذا سبب انه صار في عندي اميون ريسبونس في هذا الموضوع. واضح؟ لانه صار في عندنا لوس في الكونفورميشن بتاعه. فعلى هذا الاساس مع الديناتشوريشن ما اعطاش اللي هو هيومورال اميونيتي، لكن لما دام صار له ديناتشوريشن ودخل في الدندريتك سيل وصار له بروسيسنج وبرزنتيشن عادي ممكن يحصل له اميون ريسبونس از ا سيل ميديتد. هنا بقول لي في حاجه اسمها سوبر انتيجين. احنا عارفين انه الانتيجين دائما بصير له ايش؟ انتراسيلولار في داخل الخليه وبصير له برزنتيشن، هذا المتعارف عليه. لكن في عندنا انتيجينات ممكن تكون سوبر وتكون تروح تشبك لي من الخارج على الام اتش سي كلاس زي ما احنا شايفين في الصوره اليمين على الام اتش سي كلاس مع تي سيل ريسبتور، هذا بسموه سوبر ايش؟ انتيجين. ما بصيرلوش برزنتيشن انسايد الام اتش سي كلاس زي هنا، نو هاي فاضي. وضحت الصوره؟ بسموه سوبر ايش؟ انتيجين. موجود هذا الانتيجين في التوكسين بتاعت الستافيلوكوكس اورياس بكتيريا تمام. هذا السوبر انتيجين اوكي
بصير له ارتباط من الخارج، بيعمل هايلي اكتيفيشن للتي سيل، لدرجه انه في بعض انواع التي سيل ممكن تموت من هذه الهايبر اكتيفيشن. واضح؟ هذا موجود عندنا انواع من هذا الانتيجين. بيجي بيروح بعرج ثاني على النيوكليك اسيد مع الليبيد، دي ار نوت اميونوجينيك باي ذيم سيلف. تمام؟ ممكن يرتبطوا على كارير مولكيول، الكلام هذا حكيناه. وبيحصل عندنا احنا ممكن يحصل عندنا انتي بودي اجينست الدي ان اي واجينست الار ان اي. تمام؟ ممكن يحصل. خلينا نشوف هنا الجمله اللي تحت. These autoantibodies are actually stimulated by DNA protein complex rather than by DNA. ها. فبقول الابيتوبز اللي بتتعرف عليها البي سيل تختلف عن التي سيل. Surface antibody on the B cell may react with both linear and conformation epitope. If the immunogen is a protein, B cell may recognize the primary, secondary, tertiary, or even the quaternary structure لهذا البروتين. هنا بذكر لي حاجة تانية. بقول لي في عوامل بتعمل الانتيجين يصير اميونوجين أحسن من طبيعته. الدوز تاعته، الروت اوف انتري كيف بيدخل الجسم من اي طريق. انضاف له حاجه ثانيه، اوكي، الجينيتك ماتيريال تاعت الانسان اللي استقبل وطبيعه الامر. يعني هذه الامور كلها بتحدد كيف. يعني ممكن يكون البروتين كونتنت سايز سوليوبل، ها هذول بيساعدوا يكون اميونوجينس. الدوز، لو دوز سمول اماونت اوف انتي بودي، low dose moderate dose large amount of antibody، high dose ممكن يعمل tolerance. واضح؟ اذا الدوز لازم يكون فيها منطق اللي انا اعطيته من الانتيجين. ممكن يكون high dose ما عادي ما ياثرش ولا يعمل immune response. الروت لو اعطيناه intradermal intramuscular subcutaneous، تمام، ممكن يعمل. IV by spleen، الاورال ممكن يعمل بس ضعيف. انهيليشن ممكن، هذا تختلف الريسبونس من الى، او بنضيف له ادجوفنتس مثلا بكون افضل. جينيتك ماتيريال للريسيبيانت، يعني ممكن انا استقبل انتيجين اعمل مناعه له، واحد انسان ثاني يعمل ما يعملش. ليش؟ لانه طبيعه الانتيجين الجينيتك ماتيريال بتاعتي تختلف من ناحيه المكونات المشتركه في موضوع العرض للمناعة في الام اتش سي كلاس والريسبتور اند سو اون. هذه خليها من باب المعرفة، لانه احنا حكينا على تي ديبندنت وتي اندبندنت. هيك بنكون انهينا موضوع الانتيجين.